وده بينقلني مباشره للاستاذه رحمه. لو تحكي لنا تفاصيل الاعتقال منذ البدايه، ايه اللي حصل؟ عشان بس نعيد للناس تذكيرهم بهذه القضيه. تمام. هو كان يوم 3 يوم 5/5/2015. نعم. والبنات اتاخدوا من اماكن متفرقه، التجاري وشارع الحسبه وميدان الساعه وكلام من ده. انا كنت موجوده معاهم وبعد كده سبتهم في فتره فيها، ولما شفتهم هم بيتشدوا. كان في الاول. انت كنت موجوده في الوقت ده؟ كنت موجوده. لان انا واسراء كنا في ثانوي عام. نعم. اياميها وبنخرج نروح الدروس مع بعض، مش انا واسراء بس، انا واسراء وهبه وروضه. فكنا دايما يعني ايه مع بعض. اليوم دوت كنت يعني هدي الاسراء الكتب، فاتفقت معاها ان انا هديها الكتب. ويوم يعني في الساعه ان انا متفقه معاها فيها، رحت لقيتهم الاهالي وال يعني مش اهالي، ربنا يسامحهم، المواطنين اللي بيقولوا عليهم الشرفاء. نعم. اخذوهم وصوروهم فيديوهات وهم بيشدوا. من ضمنهم اسراء صاحبتك. اللي هي اسراء فرحات. اسراء فرحات. هي الصوره رقم 4 من اليمين الشمال. بالظبط. خدوهم وكانوا بيشتموهم وضربوهم شويه لحد ما الشرطه اجت وخدوهم. هو في الاول حجزوهم في مكان لحد ما الشرطه اجت وخدتهم. ما كانوش مع بعضهم، ما كانوش عاملين مظاهره، واضح من كلامك ان هم كانوا عمليات الاعتقال كانت متفرقه. هي كانت متفرقه. نعم. كان في مظاهره في اللحظه دي، بس هم ما تاخدوش منها، هم تاخدوا من اماكن تانية. يعني مثلا المكان اللي انا كنت فيه كان شارع التجاري اللي انا كنت رايحه قبل اسراء فيه. فهي هم اتاخدوا في اليوم ده، هو كان يوم تقريبا عيد عمال. نعم. والناس كان في مظاهره في الوقت اللي قبلها، فهم اتاخدوا بسبب كده.